خلونا نبدأ بأبرز الأخبار. بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، وهو ما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. على جانب آخر، امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع المجلس بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. رئيس الوزراء كلف ببدء تحرك الوزارات من أجل إعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة. أخبار كتيرة حصلت امبارح. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وده في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات، سواء بما يشمل المتطلبات التشريعية والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ويحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع عقد شراكة جديدة بين مجموعة العربي وشركة شارب اليابانية لتصنيع منتجات الثلاجة والديب فريزر باستثمارات تصل ل 50 مليون دولار. كمان امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية نتيجة موجات مد بحري أو تسونامي نتيجة وجود زلزال كبير في البحر المتوسط، موضحة أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ بيعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيرات المناخية، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث أعاصير مدمرة. ورصدت محطات رصد حركة المياه في البحار حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة اللي بتنظمهم القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وبمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالي سيناء وتبادل الرؤى في كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوي، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء. تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين واستعراض برامج التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات بكافة ربوع سيناء.